من على الدنيا غريب. من هاي كل من على الدنيا غريب. كل من يعيش بزمانه يعني كل واحد زمان. والرزق من عند الله وكل شي منه نصيب. يا عباد الله إن الكون والدنيا امتحان. أخي من ذا كل شيء الدنيا غريب. عش زمانك عيش عمرك كل نوع من زمان. والرزق من عند الله يا نفع عيني نصيب. وعلى من هالدنيا يا بني امتحان الامتحان. كل اشي بالكون مشفى أي من دواء لازم يطير. كل شيء بالكون مشفى ومن دواء لازم يطير. الأمراض النفوس ما غيب يا تقطع شوشت بعدوك ممكن يغاوض حبيب. تقطع شوشت بعدوك يمكن يعاود حبيب. قبل ما تحمل عصاتك خلي للصرخة مكان. رغم احمالك على الله واللي عند الله قريب. ايوه احمالك على الله واللي عند الله قريب. زين نفسك بالكرام قبل ينحط الميزان. الدنيا وشوف الكون والمغشى الرحيم. عامل العالم بطيب الفعل أيضا والحنان. يا هلا باللي يحبنا. يا هلا باللي حبنا من شباب ومن شمشين. ويا هلا باللي كهونا نحن عندنا الهمدة. هذه دنيا كالرصاصة يوم تخطي يوم تصيب. مش كل من بدا ذو قهوة بقدر يساوي ديوان. دمعات بعيون اليتامى بللت خد الجمال.
والوطن يبكي من هطول الدمع ومن كثر الحنين حكمة القنذال عالدنيا يمن ما ترجال وضاعت الأوطان صرنا بالفيافي ناجين نوقل اللقمة حرام وراحت اللقمة الحلال والخبز باعوه بالسوق ورجع مثل العجين راحت شيوخ القرايا وراحت اصحاب الادلال وكل فتوى يا مشايخ بطلعوها بدون دين مش عروبة بالجنوب وبالشمال وأيضا حتى المسلمين يوم ما هم مسلمين كيف مسلم يعشق الله يجي يذبح بالأطفال وتضرب الطيارة فيهم بالصحاري ضايعين كيف مثل ما تغتصب كل الكرامي والجمال كيف مثل كل حرمات العروبة تستهين ما بقي عندنا كرامة وما بقي بالعرب مال وما بندري وين نحنا يا جماعة رايحين ناس تتعب وتشقى وتقول يا رزق العيال وناس في صهرة صغيرة يضيعوا كل الملايين يا دولي بالعروبة اليوم دولة احتلال أي دولي بالعروبة اليوم دولة احتلال والشعب فيها يا إما قتل يا إما سجين كل ديري بيها نخوة صارت الساعة قتال مات فينا الحب يا شام العروبة يا سمين حتى بالأزهر يا أزهر ما حدا سأل سؤال حتى بالأزهر يا أزهر ما حدا سأل سؤال الو الفتاوي كيف بدك عالشمال وعاليمين وكعبة الله وبيت الله مع النجم والهلال خوفيين ويعبثوا فيها يا ربع العابثين كان يكون بحبي والكلام بانفعال الما حدا عينه عحيفه وما حدا عينه بجنين والمشايخ زينوها والحقيقه اصبح جدال وفي أوروبا عأخونا البيت صرنا نستعين واا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 
عن أجدادي اللي كانوا من الهند إلى الصومال. وين أجداد اللي كانوا بالمراجل صادقين؟ ما بقي مصر فيكي لا عرابي ولا جمال، ومن شغل فينا زمان الحب وعطانا الحنين. يا عرب كونوا أخوة قبل ما تشد الرحال، خوفنا لا يجي يوم نكون نحن مراحلين، خوفنا لا يجي يوم نشوف بين الدمسات وبالسلاسل بالقيود مربطين مقيدين. الخليقة اليوم نار بتشتعل بالاشتعال، نارنا بتحرق بعضنا بتشعل بلا اكسجين، وما حدا ماشي طريقه اعتدال باعتدال، والكل بيفصل عكيفه قوانين وقوانين. هذه ديرتنا وطن، اي وطننا ما له مثال، هذه ديرتنا وطننا، وطننا ما له مثال. يا للذهب بدون ارض رخيص ليس له ثمين. يمكن تشوف الناس مجموعة يمكن تشوف الناس مجموعة بالبيت والختيار على الختيار، صارت حبال الناس مقطوعة حتى اخوي مقعدوش بفطار. وين اللي كانت كلمته مسموعة؟ وين الأب والأم؟ وين الجار؟ قلوبنا بالحقد مزروعة وبيوتنا تزين بحجار. اوف 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 بدنا شوي يا اخي نوعة، بلكن على الله نرمم الآثار. قلوب لم القهر مرجوعة، ما بدنا نورث ولاد صغار، ما دام الحواجب هيك مرفوعة رح نوصل البلوان وضرب العار. كلمة جفا يا ناس ممنوعة، نحنا اخوان او نحنا اخوان، كان ظهر بشارة الرحمن الفرح مدفوعة، واشواقنا وتبقى البلاد عم.